قيادي ولا عسكري، يعني ما بقتش في البال نهائيا بان انا كنت صغيره تهجرت وانا في العمر ديالي 21 عام، وكنت كندير حتى 100 خبزه من 3 الليل الى 2 ديال النهار. سكن عسكري حتى واحد ما ذكرهاش كاع، حنا كنتهجدوا باش يرميونا على برا، حنا ما عندناش فين نمشيو، حنا سكننا خلاونا رجالنا في الديور في البركات العسكر، ودابا كيهددونا باش نمشيو باش نخرجوا، فين غنمشيو؟ انا كنشد 23000 فقط، وما عندي حتى حاجه، ما عندي شي حاجه اللي غتجيني باش نكري ولا باش نخرج ولا باش يعطوني شي حاجه يكذبوا عليا. ما جيناش غير هكاك، ما عندناش باش نركبوا، ما عندناش باش نمشيو، وجينا نطلبوا حقوقنا، وجينا نساندو خوتنا ونساندو خواتاتنا. راه مساكين دابا كاينين العيالات اللي قطعوا لهم الصوت ديالهم، ما عندهمش باش يعيشوا ولادهم. كنطلبوا المؤسسة وكنطلبوا المسؤولين يحيدوا لنا هذا عدم الزواج وهذا حسن السيرة. واش الأرملة كتجرم؟ واش الأرملة كدير شي حاجة؟ كيكون العمر ديالها 50 60 عام 70 عام وكيطلبوا لها عدم الزواج، هذا ظلم، هذا ظلم، حسبي الله ونعم الوكيل، والله ينصر سيدنا، الله ينصر محمد السادس، الله ينصر. شوف من حالتنا، شوف من حالة هاد الأرملة هادو، حسبي الله ونعم الوكيل في هاد المؤسسة، لا إله إلا محمد رسول الله. السلام عليكم، أنا سميتي خشرح فاتحة، الزوج ديالي توفى الله يرحمه. الزوج ديالي دوز الصحراء، دوز الحروب، دوز السربيس، دوز هادي، خرج ب 25000 ريال تقاعد. الزوج ديالي توفى، عانى معاناة كثيرة بالمرات، كنا عايشين على نفقات ديال المحسنين، نفقات ديال المحسنين. خرج جا خرج من 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 السربيس كله أمراض، مرض السكري، مرض طانسيون، قطع الرجل الأولى، قطع الرجل الثانية. كنا عايشين على نفقات المحسنين، كنا عايشين في الذلب، كنا عايشين في القهرة، كنا عايشين في تأمارة. توفى الزوج ديالي من بعد 9 سنين ديال المعاناة، معاناة كانوا الناس كيعاونوني وكانوا الناس كيشرو لي ليكوش وأدوية ومشاكل المرض، راه كلشي عارفها. ومن بعد توفى الزوج ديالي، ومن بعد توفى الزوج ديالي خلاو لي 12000 ريال و400. كي بالله عليكم 12000 ريال واش باقا كتعيش في هذا الوقت؟ بالله عليكم واش أرملة تعيش ب 12000 ريال هي ودرية قطعة؟ كي غندير في هاد 12000 ريال؟ 12000 ريال في هاد الغلا وفي هاد القهرة وفي هاد المعيشة، ومرضت وضروني اليدين والروماتيزم، مابقيتش نقدر نخدم. 12000 ريال اللي كنبلغ المسؤولين، وكندير نداء لسيدنا، وكندير نداء للا مريم، وكنقول لهم الله يكثر خيرك يا سيدنا، الله يشافيك ويعافيك، والله يخليك لينا. لا ما لا ما يا سيدنا، شوف فينا، شوف فينا، رحنا كنعانيو، شوف فينا، رحنا تمنينا نموت في هذه الدنيا، ما بقيناش بغينا الحياة، ما بقيناش بغينا نعيشها، احنا قوة القهرة ولينا بغينا الممات. إما نصفونا وعطيونا حقنا، إما قتلونا وانتهيونا وساليو معنا، ساليو معنا أحسن. إما نصفونا، الله يجازيك بخير سيدنا. كنتمنى لالا مريم وهذا النداء يوصل سيدنا، وتحية سيدنا، والله يشافيك، والله يشافي سيدنا، وعاش الملك. كما قلت أنت، أنا بالنسبة لي في الحقيقة في هذا الموضوع بالضبط يتداخل ما هو ذاتي مع ما هو موضوعي. أنا هنا لا أستطيع أن أتحدث كنائب برلماني، ولكن أتحدث كابن متقاعد عسكري، وأفتخر بهذه الصفة، والله العظيم أفتخر بهذه الصفة، لأنه إلا كان عندي شي شرف موروث ورثته في هذه الحياة هو شرف أن أكون ابن عسكري متقاعد. هذه الأولى. ثم هذا الموضوع كيخلق لي إحراج، لأنني في كل يوم، في كل يوم وأنا كنشوف الأب ديالي اللي هو متقاعد عسكري، كنشوف فيه عشرات الالاف من المتقاعدين العسكريين، كنشوف فيه واحد الاحراج كبير، وكانه يسالني كل يوم اش درتوا نتوما كمؤسسات لهذه الفئه التي تعاني. بالتاكيد اليوم الجميع يعرف ان هذه الفئه تعاني، والا كنمشيو للاسواق كنلقاو
متقاعدين عسكريين من الجيش او من القوات المساعده او من الدرك الملكي كيشتغلوا مع الاسف مهن لا تليق بالماضي وبالمجهودات التي قاموا بها وقدموها لهذا الوطن. كيشتغلوا بعض المرات حراس سيكوريتي، بعض المرات كيدفع الكروسه، بعض المرات كيكونوا وهم مصابون بامراض مزمنه. الوضعيه مزريه، وضعيه مزريه. واستطيع ان اقول اننا حتى هذه اللحظه فشلنا كمجتمع في ان ننصف هذه الفئه، فشلنا كمجتمع قبل ان نفشل كمؤسسات، لانه هذه الفئه اللي قلت انت دابا كتخرج في احتجاجات وتطالب بحقوقها. اين المجتمع؟ اين الجمعيات الحقوقيه؟ اين المجتمع المدني؟ اين البرلمان؟ اين مختلف المؤسسات؟ اين الوقت اللي هادو كانوا يكافحوا ويناضوا صدورهم عاريه في مواجهه الرصاص يحمون الحدود؟ وقت اللي كانوا كذلك كنا نحن ننعم بالحريه والاستقرار والامان. واش اليوم المجتمع لا يستطيع ان يرد جزءا من الدين الذي على عاتق هذه الفئه؟ كان تضامنوا مع الاساتذه المتعاقدين، كان تضامنوا مع الممرضين، كان تضامنوا مع كافه التنسيقين. الا هذه الفئه، الا هذه الفئه اللي تجد الناس عاشت معزوله في الصحاري دفاعا عن الوطن، وتعيش معزوله في نضالاتها من اجل ملفها المطلبي المشروع. فإذا أنا بالنسبة لي كنحمل المسؤولية ليا والمؤسسات والبرلمان وكذلك للمجتمع الحي المنتظم الحقوقي والمنتظم السياسي، خاصو يقول كلامه في هذا الموضوع. متقاعدين عسكريين في الحقيقة من العيب والعار أن يخرجوا ليحتجوا، من العيب والعار. خاصو يبقاو في بيوتهم، حنا أبنائهم، حنا المجتمع، حنا اللي عشنا في حماهم، من يجب أن نناضل من أجله. حنا اللي خاصنا نديروا هذا الدور، هذا حنا اللي خاصنا نتكلموا عليهم، حنا اللي خاصنا. انا كنتكلم الان السي حاتم، ك نعم كنائب برلماني كنحس بالتقصير، كنحس بالمسؤوليه، كنحس بانه هناك تعتيم حول ملف هذه الفئه. اليوم على كل حال من الان هما مدنيين، ما خصناش يكون عندنا حرج في الحديث عنهم، واللي كنتقاسموا معاهم ومنهم تعلمنا الولاء لهذا الوطن. وانا كنتعجب لهذه الفئة التي رغم أنها تعيش الويلات، تعيش التهميش، تعيش الفقر، تعيش الهشاشة، مع ذلك لم يؤثر ذلك على ولائها لهذا الوطن ولمؤسساته وعلى رأسها الجلالة. ولكن على الصوت ديالها ما بغاش يوصل. من يقف أمام وصول صوت هذه الفئة إلا حيث ينبغي أن يصل؟ هذا اليوم بعد سنوات كاين اللي ضرب 30 عام و40 عام في الخدمه العسكريه، خرج ب 30000 ريال و20000 ريال، عنده 3 ولا 4 ديال المعطلين في المنزل، عنده امراض مزمنه. الفلسفه اللي خلات الدوله دير تقاعد ديال الوزراء، التقاعد ديال البرلمانيين في وقت من الاوقات، لانك كتشوف انه ما يمكنش وزير يخرج للشارع لأنه كيس صورته من صورة هيبة المؤسسة وهيبة الدولة، ينطبق على الجندي وزيادة، ينطبق على المتعاقد المتقاعد العسكري وزيادة، كرامته من كرامتنا جميعا، هيبته من هيبتنا جميعا. لذلك أنا كنعتقد بأنه هذه الفئة خصها ما خصهاش هي تكون مضطرة للخروج للدفاع عن مطالبها، ما خصهاش تكون مضطرة للاحتجاج. خاصنا نحشموا على عرضنا إلى خرجوا العسكريين المتقاعدين يحتجوا على مطالب، خاصنا نحشموا على عرضنا كمنتخبين كسياسيين كمجتمع مدني كحقوقي، خاصنا نحشموا على عرضنا. لأنه المفروض أننا احنا نساهم في أن يكون هؤلاء مكرمين في وضع مريح. أنا هنا لا أتكلم ولا ألقي خطابا سياسي، والله يشهد على ما أقول، أنا كنتلقى مع الوالد ديالي يوميا وكأنه يسائلني يوميا، وأنا أستطيع أن أقول أن في هذا الملف ديال القدماء العسكريين وهذا الملف ديال الشهداء وهذا الملف ديال القدماء الأسرى، في الحقيقة فشلنا. خصنا نقولوا الحق، فشلنا، ويجب أن نستدرك ونتدارك ما ينبغي تداركه من أجل إعادة الاعتبار لهذا الوطن ولهذه الفئة التي في الحقيقة لا يجادل إثنان في المجهود الكبير الذي والخدمات التي قدمتها لهذا الوطن. اليوم احنا فرحانين بالتطورات اللي كتعرفها القضيه الوطنيه،
وفرحنا ودرنا مهرجانات خطابيه وزيارات للقرقارات والمحبس، كنفرحوا لانه الولايات المتحده الامريكيه اعترفت بمغربيه الصحراء. ولكن خاصنا ننتبهوا ما نطبعوش مع واحد الحدث جميل وايجابي نسينا ما هو اهم، لان اللي حرر الصحراء هما الجنود هما العسكر هما القوات المساعده هما الدرك الملكي، الناس اللي دوزوا عشرات السنين وهم مغربين عن ابنائهم. كاين فيهم اللي كان ما كيشوفش الابناء ديالو حتى كيلقاهم كبروا، حتى كيولوا يلقاهم رجال ونساء الى اخره. فهادو هما اللي حروا الصحراء، هما الجديرين بان نزورهم، هما الجديرين بان نحتفي بهم، هما الجديرين بان نحتج ونناضل من اجلهم. انا كنظن بان هذا الموضوع وهذا الملف، هذا الملف انا بالنسبه لي والله العظيم ملف محرج جدا، حيت ما خصناش باقي نتكلموا عليه بهذه الطريقه، ما خصناش باقي نتكلموا عليه بهذه الطريقه، ما خصناش نتكلموا عليه بهذه الطريقه. وما خصش هذاك السفير العسكري المتقاعد مازال يكون مضطر في هذه الظروف، العمر وقد بلغ من العمر عتيم، يكون هو اللي مضطر يحتاج ويدير التنسيقيات ويخرج للشارع، واحيانا يقابل بالمنع واحيانا اخرى باشياء اخرى. لا اظن ان ذلك صحيح، ولا اظن ان هذه الصوره يعني تخدم صوره بلدنا. واملي كل املي كل املي في يقظه الضمير ديال المجتمع، هذه قضيه المجتمع، ما خاصهمش هما يكونوا هما المعنيين الاولين بالدفاع عن انفسهم، دافعوا علينا هما في وقت من الاوقات، الان الاوان ان ندافع نحن عنهم. كنعرف ان هذا الموضوع حساس، كنعرف انه باش دير غير سؤال كتابي في هذا الموضوع راه حساس، كنعرف هادشي، ولكن هناك ما هو اكثر حساسيه وهناك ما هو اكثر حرج هو ان يستمر هذا الوضع بهذه الطريقه. كنتمناو املي كل املي ان الجهات المعنيه التفت التفاته الى هذه الفئه، وانا متفائل جدا ان شاء الله في هذا الاتجاه.